عنده مشكلة مع الكلاب؟ يعني هيمسك في الكلب الصغير مثلا يهوهو بس بيمسك؟ هبش في حد قبل كده يعني؟ ماشي. طيب احنا هنمسك الكلب وانت انزل بيه على تحت على طول. يلا بشوي. هو بيأتاك على الناس ولا ايه؟ اه بيهوى. طب تعالى اتفضل. مرحبا، اتفضل استريح. سيبه براحته 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 يا استاذ الفاضل، بعد اذنك اللي انا هقوله هو اللي تعمله بعد اذنك، سيبه براحته خالص. وعليكم السلام. اتفضل اتفضل. رعشني. عنده قد ايه؟ عرفنا بنفسك. طيب معلش علي صوتك شويه عشان نسمعك، احنا بنصور الحلقه دي، ما عندك مشكله في التصوير؟ لا ما. تمام. عرفنا بحضرتك الاول. انا اسمي لؤي. منورنا يا لؤي. حبيبي. المفروض الكلب ده اصلا بتاع اختي اللي طالب في كليه شرطه. اها. وسايبه لي. سايبه لك بقى له قد ايه؟ بقى له قد ايه؟ لا ما هو جاي من عنده. اوكي. يعني عنده قد ايه الكلب ده؟ 9 شهور ونص. بيحتك بناس او كلاب او اي حاجه؟ لا قليل. انا عشان انا شغلي عن شركه خاصه، فانا ساعات بنزل برجع على الساعه 10 بالليل. بس هو بيخش عند اختي واولاد اختي، بس ساعات بقى بيقعد يرخم عليهم. ايه مشاكله طيب معاك؟ انا ما بسمعش الكلام، يعني لازم اقعد اعيد الكلام مره اثنين وثلاثه واربعه، ولو قلت له اقعد وقمت انا خرجت يروح قايل. بيهوى على الناس طبعا كتير، اي حد بيخش البيت بيهوى عليه في الشارع طبعا. انا ما بخرجوش كتير الصراحه. ماشي. طيب اللي انا فهمته من منك دلوقتي مشاكل سلوكيه، لان هو ما يعرفش الناس، مش مشاكل منه دي، من حضرتك او من التعامل الخاطئ مع ان احنا ما خليناهوش يتعرف عليهم صح. قعدتك معاه دلوقتي دي وضعيه خاطئه. ليه؟ لان انت دلوقتي بتامن عليه وبتحسسه بكده ان في خطر، فهو بالتالي محتاج يبقى بروتكتيف، محتاج يبقى مؤمن او بيامن، ففك له كده، فك له السلسله. عامه انا ما بطلعوش اقعد جنبك خالص. مش لا لا مش على، انا مش على القعاد، انا مش مشكلتي في القعاد، فكها خالص، فك السديري نفسه. طيب يا جماعه دلوقتي الكلب اللي ما عضش قبل كده فهو ما بيعرفش يعض، يعني الكلب اللي ما اتعلمش البايت وورك وشغل العض على دراع فما بيعرفش يعض. اقصى حاجه ممكن يعملها ان هو يهوهو عليا من قريب، فرضا عايز يعض هينتش، يمسك ويسيب، انما مش هيقدر يفضل ماسك وقافل بقه. ابعد بقى ايدك عنه خالص. خالص خالص. لا 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 مش عايزها لمساه خالص. سيبه سيبه بعد اذنك. انت قلقان علينا ولا قلقان عليه؟ طيب احنا متكاملين، احنا متحملين. جود بوي. اسمه ايه؟ بابلو. بابلو مش عايش جوه البيت صح؟ كنا على السلم. وبتقعد في البيت وقت قليل؟ الايام دي بقعد كتير. طب امال؟ هو جاله حساسيه عشان انا كنت باكله موز. فشعره وقع. فانا اديته حقنتين لغايه دلوقتي، يعني رحت للدكتور اللي هو في شارع 105 اديله حقنتين، وانا لسه محميه على فكره. طب خدت بالك لما بدا يبعد عنك مش مركز معانا احنا اصلا ازاي؟ هو بيشم روائح الكلاب اللي كانت هنا، بيشم مش عارف ايه، ملوش دعوه بينا احنا كبشر. مايلو قلت لي؟ بابلو. انا بس بنسى الاسم. كيوت بوي. كيوت بوي يا بابلو. بس ده اللي حصل، عدى جنبي شم ايدي لحسني، ما زودتهاش معاه وفضلت اطبطب عليه، وفي نفس الوقت مديله فرصه يتعرف علينا براحته وعلى المكان براحته، وبعد كده نشوف ايه مشاكل بقى بابلو بصح. ها؟ حاول ما تلمسوش عشان بس عايزه يفك خالص من القيد.
لو استأذنك لو تقوم تتحرك بس لغاية هناك كده وترجع تاني تقعد عادي، عايزه يتحرك معاك لغاية الناس اللي هناك اتحرك، ومالكش دعوة بيه خالص يعني، ما تهتمش بيه ولا تبص له ولا تزوده حتى. ايوه بس كده، ولف وارجع تاني. Good boy. ما تقعدش ما تقعدش يا فندم. شباب استأذنكم توقفوا، معلش يا استاذ توقف بس كده هنا على اليمين قطع. ايوه بس كده بس كده. ميسره لو تقف معاهم، ميسره ما تهتمش بالتصوير عشان مش هاخد الفيديو اللي معاك. عايزكم تعملوا ايه بقى؟ عايزك ترجع تتمشى تاني جوه وتيجي زي المره اللي فاتت. ابدا اتحرك ابدا اتحرك. هيضطر يمشي معاك ويعدي من جنبهم زي ما انتوا واقفين. انت بتستعمل انهي كاميرا يا عمر؟ عادي عادي كمل حركه وما تتوترش على توتره. هو اللي حصل ان انا حركتي كانت سريعه فهو ردت فعله قصاد الحركه. كمل حركه تانية وسطنا، افضل اتحرك وسطنا. الله ينور. تعال بابلو. لا لا ما تعرف افكس له خالص. اقعد حضرتك هنا، هنا مش عارف يقعد جنبك. ايوه كده ما يطلعش، ما تخلوش يطلع. بابلو تعال تعال. جود بوي جود بوي بابلو جود بوي. لا ها خد تعال بابلو تعال. جود بوي. ماشي انت ليه مصر تقفش؟ لا لا خد تعال تعال. لا خد تعال بابلو خد تعال. لا ها طبعا انا دلوقتي اصبر هتكلم. لو عملت الحركه بتاعت المدرب المشهور اللي هو اجنبي، عشان في ناس بس بتفتكرني لما بقعد اتكلم مع مدرب مشهور ان انا اقصد حد مصري، ففي مدرب مشهور اللي هو لما لقى الكلب بيعمل عليه كده راح اعمل له كده وراح اعمل كده. انا لو عملت الوضع ده دلوقتي مع الكلب هزود العدائيه، فاحنا هنتعامل دلوقتي بطريقه مختلفه خالص معاه. كسبت ارض وقربت من صاحبه اللي هو اصلا او بيحميه. هو متعلق بيك جامد، هو متعلق بيك جامد، ولازم تبقى فاهم حاجه ان ما ينفعش يروح لصاحبه الاولاني. شكرا ماشي، بس ما ينفعش يعيش معاه خلاص، ده اصبح كلبك هو مختارك. طيب دلوقتي احنا عايزين نوصل ان انا عايز اجي اسلم عليك وهو ما يهوهوش عليا. هتركز معايا في تعليماتي، يعني انا هقول لك حاجات معينه اول ما اقولها هنفذها، ما تركزش مع سلوكياتك الطبيعيه معايا. مد ايدك مد ايدك انت الاول، خليك مديدها. ايوه بس جود بوي. كسبنا نقطه، عايزين نكررها تاني. تلمسوش خالص بعد اذنك، ان انت لما بتلمسه لمسه صغيره او اي حاجه بتشجع الطريق الحاجه الوحشه اللي هو بيعملها. دلوقتي عايزين بابلو بابلو تعال. جود بوي جود بوي. تعال 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 هنا. لا ها حاجه ما تعملش تاني. لا ما تعملش. فردت طولي اول ما هو بدا يزوم. ليه؟ لان الوضعيه بتاعت ان انا ابقى موطي فدي بتشجع الغريزه بتاعته الدفاعيه. فاول ما هو بدا يزوم فردت جسمي. ركزوا يا جماعه في الحركه، لغه الجسد مهمه جدا. المفروض اصلا ان انا اركز معاه وما اتكلمش، بس انا بحاول افسر لكم وانا شغال. جود بوي. ما اسمعش صوتك. انا ما بكسرش شخصيته، انا يمكن اكون بتكلم عادي. ليه؟ لان صاحبه نفسه بيتعامل معايا واحنا عايزينه كلب فريندلي. مجرد ما بقى كلب ودود وبيتعامل عادي مع الناس ابدا احوله من هنا او الحراسه بالطريقه اللي انا عايزها. بس دلوقتي انا عايز اكسر العاده السيئه. بص ممكن يجي عليا بيهوهو دلوقتي. تعال خد خد بابلو بابلو تعال
هد يلا يلا نمشي. طيب يلا نمشي يلا. ده في حواوشي هنا، في حواوشي هنا. ما تهوهوش عليا. لا ما تهوهوش عليا. لا ما تلمسوش، ما تلمسوش. بعد اذنك ربع ايدك، معلش انا اسف عشان انت بتنسى فبتلمسه، انت بتبقى يعني كل اللمسه دي بس بوظت اللي حصل كله من شويه. احنا شغالين على سيكولوجيه، شغالين على نفسيه. انا لو شغال بمنطلق تاني او بمنهج تاني كان زماني دلوقتي الكلب تليش ولبس الليش وكل ما يهوه اقول لك اخنقه وكل وشغل عشوائي. انا شغال دلوقتي بسيكولوجيه، فعشان نوصل له صح محتاج كل حركه تبقى صح. تعال جود بوي بابلو، تعال خد. خلاص خلاص مش عايز منك حاجه، استنى اشوف لك حاجه هناك. استنى استنى، مش عايز اديله مكافئات اكل، عايز اسير فضوله. عايز اسير فضوله. يا ترى اسير فضوله بايه؟ جود بوي خد. بدا يطمن وعادي ان هو يقرب وعادي ان هو يحتك. جود بوي يا بابلو، بابلو جود بوي، بابلو جود بوي. شاطر. عايز دي؟ عايز دي؟ ها؟ انت عايز دي؟ خد خد. جود بوي جود بوي. اللي عايز يمسكها اهي هنا اهي. فكسرنا معاه الحاجه شويه كده، واحده واحده هنبدا نوصل معاه للي احنا عايزينه. سلم عليا بس خلاص. الحركه دي ما تعملهاش تاني، الحركه دي ما تعملهاش تاني. لا شاطر. شم ايدي. جود بوي جود بوي جود بوي جود بوي يا بابلو. عايز تشوف دي ايه؟ خد. جود بوي. تمسك؟ خد اهي. مش عايزها؟ حاسس ان هو متوتر زي صاحبه بالظبط، يعني حاسس ان الموضوع فيه توتر عالي. يا ترى لو انفردنا بابلو ممكن التوتر يكون اقل لبابلو؟ لا التوتر في الحاله دي هيزيد، لان هو هيبقى قلقان على صاحبه اللي اختفى عنه. وهو كلب كبير غير الصغير، فما ينفعش ان انا ابعد صاحبه عنه دلوقتي. بس اللي ينفع ان انا اوجه صاحبه ازاي يتعامل معاه صح. صاحبه مش متوتر دلوقتي، بس مستغرب من الوضع. هو مش معوده على كده، مش معود انه كلبه يبقى مفكوك وفي ناس غريبه، او ان انت ما تبقاش على طول ماسكه ومأمن عليه. في البيت كده، في البيت بيجي لك ناس غريبه انما انت بتروح بيه مكان عند ناس غريبه. لا هي دي اللقطه. تنزل بيه في الشارع بيلاقي ناس غريبه. فالمفروض بقى بنديله الاختبارات دي في كل الاماكن اللي هي الغريبه، ان زي ما كسرت الحاجز جوه البيت تكسره بره البيت. بس بابلو انت اللي تكلمه بقى. عايزك، شفت انا كنت بكلمه ازاي لما بيهوى؟ بقفش عليه ازاي؟ انت اللي هتبدا تقفش عليه. اول ما يهوى وهو بيهوى، لا اسكت. نبره حاده، كلمتين بساط بنبره حاده خلصت. قول بس كفايه كفايه. ارجع لي انا تاني. خلاص ارجع لي انا تاني. انت بترمي له بكلمتين وتختفي. ماشي؟ لا بس كفايه. لا اسكت. هو سكت خلاص. احنا بنقولها اول ما يسكت ما بنكملش. طول ما هو بيهوى انا بتكلم، اول ما بيسكت ما بكملش كلام. ماشي؟ لا عادي عادي مفيش مشكلة. جود بوي. لا ها احنا هو واضح كده ان دي مشكلة بقلة احتكاك بناس غريبة، بس فهو كده بيتعامل مع الناس ان هو
بيقلق من الناس الغريبه فبيتعامل معاهم بالطريقه دي، شايف ان دي امن طريقه ليه. لو الموضوع اتطور على الحاله دي هيبقى عدائي جدا في المستقبل وهيعض. النهارده لو ما بيعضش عشان لسه صغير، كمان شهرين ثلاثه هيبدا يهاجم بجد. لو جرب ينتش هيجرب يمسك، لو جرب يمسك هيبقى بيعض. اتفضل. وقبل كده انا اتناقشت كذا مره وانا اتناقشت صحابنا، وبعور برضه لؤي ذات نفسه صاحبه، فهو مش قادر برضه يميز ما بين اللعب وما بين ان هو ممكن يأذي. الحته دي برضه مش عارفين نقاومها. طيب انا ما اعرفش انتوا سمعتوا الاستاذ اللي اتكلم كويس ولا الصوت كان بعيد. هو اللي بيقولوا ايه، ان الكلب اوقات بيلعب مع اصحاب استاذ لؤي جوه البيت عن طريق ان هو بيهاجمهم وبيهاجم بلعب، بس مش عارف يلعب ازاي، مش عارف يستغل بقه ازاي. عشان كده بقول لكم الجراوي الصغيره ما تمنعوهاش من العض بالضرب، سيبوها تعض عادي، بس علموها امر المنع. لما نقول للكلب لا يوقف، ولكن لما اقول له العب يبدا يعض ويلعب عشان يبقى عنده خبره في التعامل ببقه زي ما شرحت في الحلقه السابقه، ويقدر يعض الايد ويبقى فاهم السنس، فلما يكبر ما ياذيناش. فاللي حصل هنا ان هو ما عندوش خبره اكيد في التعامل بالفك، عشان كده بيقطم، وعشان كده بيعض في الهواء، وعشان كده ما بيجي يلعب بيعور. فاللي احنا هنعمله ايه، ان انت اللي هتبدا توجه في الحاله دي، انت اللي هتبدا تديله ايدك جوه البيت تمرنه عليها. انا ساعات بقعد العب سيبه بيقعد ايه، بس لو اي حاجه وجعتك قول له لا. يعني لو اتضغط الضغطه محمد بيقول غير مره واحده بس، لكن غير كده انا بقعد بسرحه وبقعد العبه وبزغزغه وبيحب يزغزغ وهو بيقعد يهدف كده ومش عارف ايه ويبحث. بس انا كل اللي انا شفت الفيديوهات اللي انا شفتها ان هو الصح ان انت تعلمه وهو صغير، ان هو ما يحسش وما يقعدش عشان لا غلط. لا غلط، انا اصل انا راجل بتبع منهج عكس كل الناس اللي بتتكلم. انا ما اتفرجتش على حد مصري. انا بتبع منهج حتى عكس الاجانب. يعني انا المنهج اللي انا بقدمه هو بطريقتي الخاصه، يعني الكلام اللي انا بقوله لك ما اعتقدش ان انت تلاقي ناس بتقوله، ويمكن تلاقي ناس بتقول عكسه. انا ليه بقول لك يتعلم العض من وهو صغير ويمارس بقه معانا براحته؟ لان لو احنا دلوقتي فرضنا ان هو عايش في حياته الطبيعيه وسط كلاب مش وسط بشر، فبيفضل من وهو جار لغايه لما يتم سنه بيلعب مع الكلاب اللي معاه اللي هم اخواته من نفس الفئه العمريه او كلاب تانية اولاد عمومه او من قرايبه، بيلعبوا كلهم بالعض سوا، كلهم بلا استثناء، يعضوا ايدين بعض، يعضوا وش بعض، يعضوا من الرقبه ويتمرنوا. ويجي الاب اللي هو الكلب الكبير يتعلمهم ازاي يعضوا صح، ويعلمهم ازاي يستعملوا بقهم صح. احنا بقى بنفقدهم الحاجه دي، بنجيب الكلب صغير ونعلمه ان هو ما يعضش ونضربه لو عض، فالكلب ما يستعملش بقه، فيكبر يبقى عنده سنه عايز يستعمل بقه مش عارف يستعمله غلط، فيمشي يطرقع ويمشي يعمل. ده قله خبره وقله استعمال للفك. عشان كده الكلب من هو صغير لازم يتعلم ازاي يستغل بقه وازاي يتعامل بيه. فما فيهاش اي مشكله. انا شايف ان انت الصح ان انت من وهو دلوقتي تبدا جوه البيت بتلعبه بحاجات، بتوريه عضها ازاي، بتلعبه بايدك توريه عضها ازاي، تاخد معاه حريه وتجي لي تاني كمان يومين ثلاثه عايزه يبدا يتعلق بينا. النهارده هو مش متعلق بينا، بس راح لغايه هناك وجه ومشي وسطنا. انا شايف ان كل ده شيء طبيعي، يعني لغايه دلوقتي ما عملش اي حاجه مش طبيعيه، غير مثلا ان انا لو جاي اسلم عليك بابلو بابلو هسلم عليه ماشي، سلم عليا. اللي حصل دلوقتي ان انا نبهته عشان ما يتفاجئش بيا، انا مش عايز اسير الحواس الخاطئه عنده. يو بو يا بابلو، بص انا دلوقتي هيجي هيلاقيني قاعد جنبك مثلا هنا مكانه. بابلو نادي عليه انت. طيب بابلو خد تعالى. كيوت بوي، شايفين اللي حصل؟ شم ايدي ومشي. كيوت بوي كيوت بوي يا بابلو كيوت بوي، عمال يشمني في ظهري وبيلمسني كده اماكن انا اماكن انا بغير منها، بس لو ضحكت ولا بعدت ولا اي حاجه. لا هو ما شاء الله كلب جميل بابلو، بس هو مش محب للناس الغريبه. يعني في كلاب لما تشوف حد غريب يبقى عايز يلعب معاه ويتعرف عليه، هو مش من النوعيه دي. احنا مش عايزينه يحبهم، بس مش عايزينه يبقى عدائي تجاههم. عادي ان انت تتعامل وعادي ان انت تتحرك، عشان لما نوصل لما هتنعلم حراسه يبقى فاهم هو بيدافع من مين وبيهجم على مين. فعايزين نعالج المشكله دي. كمان يومين ثلاثه ان شاء الله تشرفني وناخد سيشن ثانيه بسيطه زي دي، بس هكتر عدد الناس اللي موجوده، وهخلي مع كل حد قطعه اكل مختلفه بابلو هيعشقها، واسمنا ناس فريندلي واصحابك. يعني احنا مش هنبقى في الشارع وبناكله فهو يتعود ياخد من ايد الناس اللي في الشارع، لا احنا في مكاننا ومكان مقفول، وانتوا جايين تزورونا، زارنا قبل كده، المفروض المره الجايه يجي فريندلي عندك عن كده. انا عايزه يوصل ان الحصه الثالثه ان شاء الله يجي ينط على المكان اللي انا قاعد فيه والمكان زي ما عم بيعمل معاك يعمل معانا،
ولما انت تخرج وتقول له يلا بينا احنا كلنا نقول له لا اقعد يمشي ويسيبنا. فكده كده هو يفضل متعلق بيك. بس نفهمه ان الناس مش كلها خطر، اللي انت بتقعد معاهم مش خطر، عشان لما نوصل للحراسه ساعتها بقى انت توريه مين الخطر ومين مش خطر على حسب توجيهك. بس وتابع القناه عندنا بعد اذنك. اه تابع عشان تعرف احنا الدنيا فيها ايه، وهتلاقيه منور باذن الله. الواحد قاعد مفيش شغل ورمضان، فانا ربنا يعينك وكل سنه وانت طيب. الموضوع سهل، الموضوع سهل. نورتنا وشرفتنا. وبكده تكون خلصت حلقتنا. اتمنى تكونوا فهمتوا المغزى. يمكن تكون الحلقه تبان بسيطه قوي ويبان اللي حصل بسيط قوي، ولكن فرق جدا مع سلوكيات الكلب، فرق جدا مع نفسيته، هيفرق اكتر الحصه الجايه وهتشوفوا. كان معكم محمود عاطف، شكرا. سمعوا نبره بصوت عالي اي كلام. وانت فوق، وانت فوق، انت كده أو وانت فوق ارجع بوقف عادي. بس كلمه بقى. ايوه كده. طيب دلوقتي اللي حصل يا جماعة، ان بعد ما قفلت الحصة بتاعتي، فميسرة كان عنده سؤال او عنده رغبة معينة في حاجة خاطئة تماما. لان ايه، ميسرة اصلا هو مدرب من منهج الليش، فاحنا اتفقنا ان هو هيبطل المنهج التاني اللي هو شغال بيه ويتعامل بالمنهج بتاعي. بس طبعا المنهج التاني هو شايف ان مثلا ليه نتيجة معينة، فكان عايز يعمل حاجة، فقال للصاحب صاحب الكلب ان هو يقوم ويبدأ. قال لك ايه بالظبط؟ واللي انا عايز اشوفه بتلعبوه ازاي وهو بيهاجم عليكم ازاي. بعد ما انا قفلت الحصة كان عايز يشوف ردة فعل الكلب مع اصحابه وهما بيتعاملوا وبيلعبوا سوا ازاي. فاللي حصل ان انا قلت الميسرة اللي انت عملته ده غلط، طلبت من الاستاذ وهو بيلعب مع الكلب ان هو يوقف لعبه ويرجع مكانه تاني. طبعا على ما عمل كده كان خلاص لعب. فاللي حصل ان الكلب خد رؤية كاملة تاني ان الناس دي اصحابي، يبقى الباقي دول غرب، لان انا بتعامل مع الكلب من الاول بس بحذر وعلى قد اللعب البسيط خالص. خد ايدي شمها، ادي ايدي اهي، خد ايدي شمها، ادي ايدي اهي، فالدنيا امان وماشيه. فلما دخل واحد من اللي قاعدين وسطنا لعب معاه بعشم وقال له انا صاحبك اللي بقعد معاك انا وانت عشان الحصه انتهت خلاص، فقلنا نعمل اللي احنا عايزينه. ماشي برضه غلط، غلط. ما انت بتعمل المفروض اللي على حسب الكابتن اللي موجود المسؤول عن الحصه هو اللي بيقول لك. انا كنت خلاص خلصت الحصه وقلت لكم خلاص مع السلامه، بحيث ان خلاص الكلب لازم يمشي دلوقتي. فلما هم قعدوا والراجل دخل لعب مع الكلب بالطريقه دي، قلت لهم طب دلوقتي الكلب هيهاجمني. يعني انا قلت لهم دلوقتي احنا هنعيد المشكله تاني، هخش اسلم على صاحب الكلب وعلى صديقه، بعد ما سلق الكلب هيهاجمني. وفعلا هاجمني وهو وقطع لي دي، لولا ان انا رجعت ثلاث خطوات لورا. واول ما رجعتهم هو كمل وكان عايز ينط يعض تاني، صاحبه نداله ورجع قعد، قام تاني وعملها تاني من شويه. فده ايه سببه اللي انا شرحته لكم من شويه. احنا خلاص كنا خلصنا الحصه وما كناش هنوصل للمرحله دي. لو انا عايز اوصل للمرحله دي كنت من اول الحصه خليته يعملها واتبعت طريقه عشوائيه خالص وكسرته زي ما المدربين التانيين بيعملوا. بس انا ما عملتش كده، انا كان هدفي ان احنا نوصل لافضل نتيجه. طب دلوقتي انا قلت لصاحب الكلب ازاي يفرض عليه شخصيته ويكلمه بانهي نبره حاليا. انا هحاول استفز الكلب، لو فكر يزوم عليا مسؤوليتك ان هو ما يتحركش من مكان وانت واقف، ما ينفعش اوطي، ما ينفعش احس الكلب قله ثقه وانا واقف بس ما اتحركش من غير الليش من غير اي حاجه. قول له يقعد. ناديه يجي جنبك. تعالى هنا. اقعد. تعالى هنا. مبروك. تعالى هنا. ماشي ماشي. نام. 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 اسحب ايده اليمين اللي على الارض، شايف ايده اليمين؟ اسحبها سنه، لا مش دي التانية. وبايدك، نام. بايدك. نام. ايوه بشويش بشويش. الموضوع بص بص بعد اذنك، لو في اي عنف انا هلغي الحصه. فلا عايزين الموضوع بسيط خالص، العنف في النبره بس، مفيش باللمس عنف خالص. لا مش مستاهل، انا كنت عايزك تنزل تروح ماسك مثلا ايده وتروح ساحبها كده يروح نازل معاك بكل هدوء. يلا بينا. قول له كلمه وخليك انت معايا، عينك معايا، بص له هو ما تبصليش انا. كل ما تحس ان هو بياخد رده فعل تدي له كلمه، ماشي؟ هو كده خد رده فعل بس ما مش زي لؤي. هتقول له ايه؟ هتقول له بس كلمة بس، بس بصوت عالي لما اقول لك. قول له دلوقتي بس. قول له دلوقتي بس. قول له دلوقتي بس. كافئه باللمسة، لمسة بس كفاية. ارجع تاني قول له، قول له بس بس. قول له بس بس بس. قول له بس بس. خلاص كده.
اللي حصل دلوقتي ان احنا اهو اخضعناه تاني خليناه يهدى. من شويه لو كنت اديت دبه واحده في الارض بيقوم يهوه لغايه عندي. هديناه خلاص عن طريق صاحبه عادي جدا وفهم وبطرق بسيطه ثقه للكلب ونتعامل. هتشوفوه الحصه الجايه ان شاء الله، وهحاول ابقى لابس لبس واقعي عشان نجيب اخره بقى واوريكم هو ايه امكانياته وايه الخطوره اللي منه وازاي بنعالجها، عشان الناس اللي مستهونه قعدته دي ما شافوهوش من شويه وهو بيزوم عليا. كان معاكم محمود عاطف كلاكيت تاني مره، شكرا.